حكم الغدر تفرد جناحا السلام وبعدين حكم الغدر تفرد جناحا السلام وتوسط نور السفر زي نجمة في قلب يا رب الله يجيب العواقب سليمة يا أخينا يا أخينا.
الحمد لله كويس انت يعني سالم. يا ابني قوم. الحمد لله الحمد لله. انا قلت حصلت عليك مصيبه ولا الوطاء اصبحت يا حاج؟ الوطاء اصبحت والحمد لله. قوم يا ابني قوم تعال معي. وين يا حاج؟ يا ابني قوم بس تعال معي بطل الغلبه. هي الدنيا طارت هي ترقد تدري زي ده. امشي وين لك يا حاج؟ قوم قوم تعال. مالك دخل بس تعال. انا يا ابني تاجر وبيتي هنا قريب هنا عندي بيت. انا عمك يوسف رضوان مرحب تاجر عندي مغلق في السوق الكبير وعندي بيت تاني في الحلة التانية هناك. باجي بصلي الجماعة هنا مع اخواني وزملائي الناس الحلة دي. نعم. انت بس تعال معي وانا بريحك يا ابني. طيب كويس. انت الدنيا طارت الدنيا بخير يا ابني الله يهدينا. طيب طيب يا حاج. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب نجي لقضية غتيلة الشنطة. ركزي معي يا هدى. الدفاع هنا لعب دور كبير جدا في تبرئة المتهم. نبدأ من أول خطوة. السلام عليكم. مجدي؟ جيسي الموعد ولا؟ لا في الموعد بالضبط. طيب يلا نمشي. عادل زميلي. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. الدكتور مجدي وخالتي. أهلا وسهلا. يلا نمشي عشان أنا أتأخر. عن إذنك يا عادل. تفضل. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا حاج. ما شاء الله. شكرا شكرا يا حاج شكرا. دقيقة واحدة بس وعدي. حاضر. ما شاء الله تبارك الله. آه يا لطيف. أمسك. ليش يا حاج؟ امسك والبس بس. حاضر حاضر الله يكرمك. ودي كمان شايفك ما عندك ساعه ساعه عشان تمسك بيها الزمن. لا علينا. الله يخلف عليك بالخير يا حاج. قوم البس قوم قوم بطل الغلبه يلا. حاضر 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 يا حاج حاضر. والله ما شاء الله الله يزيدك الله يكرمك. الحمد لله رب العالمين. يا ابني اكل اكل. لا والله يا حاج والله اكلت كتير خلاص والله اتمليت الحمد لله. اكل يا ابني الخير باصل. احمد الله هنيئا لمن حمد الله. الله يفتح عليك يا حاج. الحمد لله. في كوبايتين تلقاهم في هنا يجيبون عشان. حاضر حاضر يا حاج جايين. حاضر ان شاء الله المحل يعني ريحك. الله يكرمك والله محل سمح. خلاص يا حاج انا ما تعبتك تجيب لي في الاكل والشراب. ما تخليني ادبر حالي بلا يا حاج. يا ابني ما في تعب والله. والله انا سعيد سعيد جدا والله. الحمد لله يعني ربنا وفق. قلت لي انت اسمك منو؟ انا اسمي الريح عبد الصمد. مرحبا الريح. حبابك حبابك عشرة يا ابني. والله يا حاج الحقيقه اكرمتني وقويتني وكذا. انا لا يمكن اقيس عليك حقيقة. أنا اسمي خالد إسماعيل جيب الله. مرحبا أهلا بك يا خالد. ما شاء الله. أنا الحقيقة يا حاج عندي اسم شهرة سنين مباريني والله تعبني تعب. لا 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 خليه خليه ما داير أعرفه ذاته. يا ابن الفات مات بخير وشره. الله يا حاج. ربنا غفور رحيم ربك كريم. أنت طالما أصلك نويه وتبته ربنا بيقبلك. باب التوبه ده واسع مفتوح ما بيتقفل اصلا. والله يا حاج اقول لك شنو كلامك في محله. انت طالما نويت من جوا قلبك تبته ورجعت لي الله ربنا بيفتح عليك. تمام. تاني اصلك ما ترجع لي ورا وان شاء الله ربنا يسهل عليك باذن الله. ان شاء الله. ما في عوج ابدا. كلامك صح والله يا حاج. الله يفتح عليك. هسا انت تعمل حسابك من باكر تنزل معي شغل في المغلق. نعم بإذن الله. إن شاء الله.
هدى انا كنت عايز اسالك سؤال. اسال. هدى انت مخطوبه؟ مرتبطه؟ زي كده. زي كده كيف يعني؟ يعني في اتفاق غير معلن بين امي وخالتي اللي هي ام الدكتور مجدي على انه يكون في خطوبه وبعدين زواج. يعني ده اتفاق بين امك وبين خالتك مش كده؟ ايوه. وانت؟ انا مالي؟ انت ما عندك راي في المساله دي؟ والله زي ما قلت لك يعني مجدي دورت كويس وبينتظروا مستقبل عريض وبيعزني. انت بتبدلوا نفس الاحساس؟ قلبي مع شنو؟ ولد خالتي وحيكون خطيبي وبعدين زوجي. نرجع لقضيتنا. ما قادر، حاسس اني عندي صداع كده. حمشي اشوف لي حبوب بلا ولا حاجه. انت كويس؟ يلا استعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل. الله. كيف حالك؟ نحمد الله ونشكر فضله. الحمد لله رب العالمين. يلا على بركة الله. توكل. بسم الله يا مسهل. بسم الله مبارك عليك. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ده المغلق بتاعي. نعم. وان شاء الله يعني سعيد ومبارك ويبقى عليك فاتحة خير يا ابني ان شاء الله، وتتعلم شغل السوق هنا وربنا يفتح عليك ان شاء الله باذن الله. سعد ولدي بيجي بعد شوية أصله زي أولاد الزمن ده بنومه لين وصفنا للضحى. ما شاء الله تبارك الله. والله ما شاء الله. اللهم زيد وبارك يا الله. شنو؟ احكي لي يا ام مشيتي لاصحابه كلهم؟ كانت خلينا اجبد نفسي يا امنا يا اختي. من الصباح في الجري والشقاوه. الحقيني بكوز مويه يا بنت امي. طور علي نفس ثاني. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. مشيتي بكر عيدك اظنك. هاكا شربي. مشيتي بكر عيدك؟ تكتي. الحمد لله. زيدك حبة؟ كفاني الحمد لله، هي باردة زادها. ها قولي لي سويتي شنو يا أختي؟ ما خليت محلها. أنا مشيت عليهم. أصحابه كلهم؟ أصحابه القدام كلهم ما خليتهم. فضل السيد وجمعة وبشيبة وفرفشة. كلهم واحد واحد سألتهم. حليك النبي. قالوا لي مما دخل السجن له 10 سنين. ليه هالساعة واحد عارف عنه حاجة ما في؟ عليك النبي هو في كم ما ساكت هسه دي الأصحاب فرفشة وزردية وزندية دل عليك النبي يوم دخلوا سجن برام. قر علي يا خالد يا أخوي. قر علي يا ود أمي. هسه نسوي شنو يا مريم يا أختي نسوي شنو؟ عاد نسوي شنو؟ غير نلبع ايدينا كدي وننتظر الله يهون القواسي. والله يا مريم أنا ما ندمان على شي في الدنيا دي إلا يوم جاني ذاك في خشم الباب. ما قابلت سمح. وحتى كمان لا مرة شفت تسألتني قالت لي يا أمي ده منو؟
قلت لها دل... يا ابني اديني امسك ارفع معاك يا يا حاج. يا حاج يا حاج الله يرضى عليك امشي ارتاح. يا خالد ارتاح كيفين انا وانت تعبان بالشكل ده. ارفع معاك يا حاج ده ما شغلي انا. الله صل على النبي صل على النبي يا حاج امشي ارتاح. صل على النبي يا حاج صل على النبي. ما معقول لك انت امشي يا حاج الله يفتح عليك. يا حاج انا ذاتي خلاص انت الحكايه دي بالمناسبه انا قربت اخلص منها وانا ذاتي معايا اتعلم الشغل. القعاد ساكت يا حاج ما فترنا منه ونحن نريح مننا ما كثير يا حاج. انت رصيت الرفوف كلها. ما بنظم بس على دي عشان انا ذاتي اعرف الاصناف يا حاج. اهلا يا سعد. يا خالد شغال معانا هنا في الدكان بيساعدنا وتحلال ونشيط ما عنده عوجة. جبته من وين ما عنده عوجتك؟ قلت لك بيساعدنا في الدكان ونشيط وما عنده عوجة. بتعرفه من زمانك؟ بعرفه يا خالد. نعم يا حاج يوسف. سلم على سعد ولدي. ما شاء الله اهلا يا سعد. ازيك يا ابني؟ السيد الله يبارك فيك. معليش يا سعد اليوم سخانة شوية. لما كانوا ما عندك عوجة. أقول هاي أنا ماشي لأبو عاقلة أتفهم لك معه بخصوص الأسمنتي والشير والحاجات وحطيت لك معه السعر عشان تمشي تشوفهم بعدين. لا 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 أنت ممكن تتفاهم معه في الحاجات لكن أصله ما تتكلم في الأسعار. أنا بتفاهم معه براي في الأسعار. فاهم ولا لا؟ ما عندك عوجة. أيوة لا مش قلنا ما عايزين التكشيرة دي تاني؟ حكايتك شنو انت؟ اكيد الاخ وقع في الفخ. ها قولي شكلها كيف يلا رجع. ما عايز معك اي غلب والكلام ده واضح. اكيد الامر خطير. الجو ملبد بالقيوم وحبيبة القلب توشك ان تطير. احسن لك تطير من قدام وشي هنا وتطلعي برا. يا عدل ما تتكلم معايا يا اخي انا واختك. معقول بتحبها للدرجه دي؟ رشا يا اخي كده احكي لي حصل سوء تفاهم خصام زعل ما بساعدك. انت الظاهر عليك ما بينفع معاك غير اسلوب واحد وبس. تشمني يا اخي طيرني ولا تجيني لك. المصيبة يا سعد أنا ما عارف أبوك الزول اللي جابه لينا من هو إيه؟ يا خنا أنا تعرف أنا تأكد تامك تانا عارف جيت خاش ليك فخلق كتي بس الصباح ألقى لي قاعد ومنشعس سنوفك الكرسي قاعد كتي بس تقول لما أخلق تا حكفوه ما حكفوه أنا شكله كتي مريف مار تحت ليه من الأول شكله كتا ما عجبني وأبوي يقول لك شنو؟ أبوي يقول لك قال ما عنده عوجة. أبوك يا سعد بيعمل في أمور كده وعمايل ما مفهومة كله كله. يا أخي أبوك ده لا بشاور زول ولا بيتكلم مع زول ولا بيسمع كلام زول ولا بيثق في زول. يا أخي أبونا تكلوك أنا تا مش ولده أنا ببقى ليه شنو؟ ما ولده؟ مش ببقى ليه ولده ما بيثق فوق أنا. يعني. ما يوم السود السود تجا سات الطين بلا ساته فوق لي. وبعدين يا أخي زولك أجابه ده؟ ده حيضايقنا يا أخي. يا أخي ده حيكتم نفسنا. منو قال لك؟ ده حيبقى لنا شوكة حوت لا تتبلع ولا تفوت. شوف أنا لا بعرف الشوكة بتاعت حوت ولا الشوكة بتاعت الكعونجة. الله يلقى لك فوق فرصة أصفع لك شن الصفحة. والله شوف تلامنا طير لك من المحطة كله كله. لكن يا أخي أبوك برضى؟ برضى. كان ما برضى تابوي أنا بعرف أتصرف لك معاه كيفين. كده حس خلينا منتا خش أكفوك الكلام المهم. الجماعة كيف هم عاملين شنو؟ يا أخي الجماعة ما جاهزين. ما راجنك وقالوا لك 200 تجي عشان ما يعرسوا لك طوالي تاني شنو؟ لكن بين بينك يا حسنين ابيتي بيت نصح بيت نصح عليك الله والله تي تي شن احمر عتيل كت سعد اقول لك كلام انت
تقل جيبك واملي جيبك قروش وتعالي نمشي لو نطوالي. تقل جيبي؟ تقل جيبي من وين تاني يا اخ؟ ما خلاص السول النحس تشا وابوي اصله كان مكرت علينا بك التكرتين اثنين. يا اخوان وانت بتغلبك حيله؟ بالله عليك النبي شوف ذا، ما في الف مليون طريقه ممكن تلغف بها قروش ابوك الكثيره اللي ما بتكمل دي بدون ما يجيب خبرك. اي اي والله كنت كذب، انا ما نسيت المخزن ومال ولدك. حرامي يا فتحي، لما يسرق يسرق منو؟ يسرقني انا ابوه. يا حاج حرام عليك، ما تتهم الولد ساكت. اتهمه ساكت؟ اتهمه كيف؟ دي ما اول مره. طوالي معلش يا حاج، هم الولد طايش بلا طايش بلا كلام فارغ، وطالما مبرقلين الاولاد الصحالي كدين ما فيه خير ابدا. قنعت منه انا وانا عندي معه تصرف ثاني. أبوي حايت ماله؟ أنت سويت ده شنو؟ سويت شنو؟ سويت شنو كمان؟ كله سرقت الخشب فوق المخزن كله. أي كله بس. أي ما دخلت المخزن وسرقت الحديد والخشب وحاجات كمان تاني. طب أنت صدق الكلام؟ أبوي أنت ساكت؟ أبوي أنت بكرهني وبكرهك أنت ساكت؟ يا ولد هوي الكلام ده عيب عليك. ما عيب ولا حاجتين. أبوي كمان مش مش عرس فوقك مرة تانية وداري يسجل حاجاتنا كلها لأولاد المرة التانية ولا أطيع لك ساكت كلهم؟ أبوك من حقه. ما يعرس كان عرس. ما في أي زول بيقدر يمنعه. جعرس هاي لكن ما يظلمني، تاكل ما يلاكيني في اي حته يعامل لي لك معامله كعبه جدا جدا، اصلا انا ولد ولا كتر كان له. شفت دلوقتي كده انت عرفت سعر البضائع كلها. لا لا بقى يا حاج دي خليها، انا جايتها كويس حفظت اي حاجه يا حاج. ايوه يعني اي زبون يجيك تبيع له طوالي. الحمد لله يا حاج كله تمام. انا في انا ما في ما عندك عوجة تبيع طوالي. لا 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 انت تطمئن خالص خالص ان شاء الله عوجة ما في. انا حفظتها تمام والله يا حاج. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا اهلا بك. يا سيد مرحبا بابا. مرحبا بالله. عاوز لنا ربع جالون ابويا بيضة ان شاء الله. ابيض هاي. جدا جدا اخذ 8:30 اخوي. اها ولين فضلنا شويه اخي. 8:30 دي والله نحن ما اطمعنا فيك، لكن معليش نخلي لك ال 500 يا اخي. المجامله لا بد من الخمسمية يعني. خلاص خلينا لك ال 500. ال 500 خلينا لك. ادي القروش للحاج. شكرا. شكرا يا حاج. الله يبارك فيك. والله ما شاء الله تقول بستاجر من يومك. ما يا حاجة المخ نظيف الحمد لله. لا 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 حوجة ما عندك إن شاء الله. انت اربط قفا بعد. أيوة قضية الشيكات الطائرة دي قضية مهمة جدا يا هدى، والأستاذ عبيد مهتم بها اهتمام شديد. نحن لازم ندرسها دراسة وافية. أنا بالنسبة لي حتكون قضية مصيرية. تحدي عادل كده. يا عادل يا أخي أنا دعيت ما ممكن من الصواني هنا في المحكمة وباقي اليوم قراءة دراسة قضايا. يا أخي مخيلة أكثر عادل كده. استحملي شوية هدى قررنا نخلص خلاص. كثرت عادل. يا الساعة بقت 3 وميدي ده ما جا. يا ربي يكون ماله بس خلي لي والله حشاكله لقني الشغل. قلطعني بالصورة دي. ما في مشكلة هدى أنا ممكن أوصلك بالعربية. لا ما هو قال لي 2:30 بكون هنا. تلقبها ترشيلها مع واحد صاحبه. طبعا هو نظام يجلس نظمي. لكن هو نفسه ضعيفة خلاص. السلام عليكم. معلش اتأخرت عليكم. لا اصبر حسابك عسير انت. يا هدى انت اسمعيني في الاول، اسمع المرافعة بتاعتي وبعد ذاك احكي. لا الحكم صار خلاص. يلا يلا. الدنيا بتركوس بحجة وفرح وناس السيرة هوتيلاك ماشيين قدامي راكبين حصان والدنيا منى وأحلام. الدنيا منى وأحلام. جاغا 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 جاغا.
ده الشغل يا سعد. النشوة كده ولا بلاش؟ الله لا كسبك، الله لا كسبك يا حسنين. جبته من وين البلا بتاعك ده؟ احنا في حي بتغليب، بس انت انكت 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 يا ابو السعود. انكت انكت من وين تاني؟ ما خلاص القروش كملت يا اخي. تقرش ابوك دي والله النار متكمله. ما تقول من سولك الخبي ده، سولك ده تتي وحتيت واسمنتي وسيخ وحاجات كثيره ومواسير كثر ده. اتينا قروش بسيطه سيتي. ما انت براك استعجلت يعني، لو صبرت شويه كنا لقينا لنا سعر احسن من كده. معليش يا ابو السعود، قالوا جايات اكثر من الرايحات. بالمناسبه الجماعه قالوا ليك جاهزين للعقد يا عريس. والله حسنين بصراحه كت يعني انا موضوع العرس ده يعني ما كت يعني. ما شنو بيت زيدي دارت تطيرها منك؟ ما تبقى جبان يا اخي. بس ابوي كان عرف بيطردني. ما حيعرف، ما حيجيب خبر، ورين حيعرف من وين. انت يا سعد دايرني اغير رايي فيك مالك؟ قلت كتي؟ ايوه. طيب ها كل البت يفرض حرستها السكينه لك وين؟ وين؟ ما هنا؟ ما هنا؟ هنا في عش زوجية أحسن من هنا. سكينة ما ده عش الزوجية الغنوا له هنا؟ أيوة هنا. هنا يا أخي آخر الدنيا، لا في ذول حيسمع ولا في ذول بيجيب خبرك. وقال لك البيت بترطليك ببيت سيطاء؟ والبيت راضية يا أخي. البيت قلت لك يا أخي أنا ممكن أسكن معك في أي حتة، في ذول شدرة، في جحر، في مركب. وهي لاقية أنت ما أكلت راسك. انت يا اخي قريت لها جرايد خليتها زي الطيره. انت ما لحست راسها يا مجرم. لا كسبك حسني والله انت مصيبه. الدنيا بنا واحلام الدنيا. يا اخي ابوك ده زغل الله، ابوك ده راجل طيب. انت يا اخي امشي امسك لايده بوسه بلبس، ما بتعرف تبلبس وهو مطامح. سعد حرام عليك يا ولدي، هي يومين ما اشوفك يا ولدي. ده عملت عملها سويت كذي ليه يا سعد؟ قالوا ابو سعد مني. ابوك ما يزعل منك ليه؟ ده عملت تعملها يا ولدي. فرحة اي، لكن انت ليه سويت كذي؟ كنت انا جاي ان شاء الله ابوي يسامحني. ان شاء الله يسامحك. فوت لحد هاك قاعد في المصلية. ان شاء الله يسامحك. امش ليه؟ ابوي سامحني ابوي. سامحني ابوي. يا ودي يا سفيه. سامحني ابوي. قوم امشي غرمي وجهي. سامحني ابوي. قوم امشي غرمي. دعم لك تعمل لي تسرقني انا ابوك. الشيطان خشاني خشاني. الشيطان يلعنك يلعن الشيطان. سامحني ابوي سامحني ابوي. قوم امشي قلت لك قوم امشي. سامحني ابوي. ما داير اشوف وجهك ولا اشوف خدمتك. الشيطان خشاني ابوي سامحني. قوم امشي قلت لك من وجهي احسن لك قبل ما اقوم اضربك. والله قبل سامحتني انا بتعب. دعم لك تعمل لي دي يعملوا عود ناس وتباري الليل لو لا تص عليك. قوم قلت لك قوم امشي قدامي. قوم. لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم. يا حاج الولد جاي يعتذر ليك، ما دعين لي خاطري أنا ولا العشرة، وولدي فرد وحيد ومسكين وطايش وخايف انظلم يعني. انظلم؟ انظلم كيفين يعني؟ فرزته أنا من وليداتي عشان ينظلم؟ يعني هو خايف شايفك كذي يعني جاري عليه وليداتك ومتدلق عليهم كذي وياهو يعني خايف ويمرك ساكت يعني.
بالله عليك والله شوف الكلام ده، الكلام ده كله يبقى طالع من تحت راسك انت يا فتحيه. مني انا؟ اي والله والله العظيم اصله سيره الكلام ده فريد مره انا ما جبتها معاه. جابه من وين يعني هسه؟ يعني حسه انت يا الحاج كده عايل لي انا من يوم ما انت عرستها. انا يوم واحد جبت لك السيره دي ولا زعلت منك ولا نظمت معاك في الكلام ده ولا تغيرت حتى معاك في معاملتي؟ ما حصل، وده من مهم. ولدك ولدك ولدي بيجي يمشي مع اولاد صعاريك، الولد ماشي في سكه بطاله. أيه الولد ده بيجي ما فيه فايده ولا حينفع ده. اي الحاج الوليدات كلهم بيغلطوا وابواتهم بيسامحوهم. ولادي كان غلط يعني وما سامحته انت يا الحاج، عاد ماشي يسامحه منه. الله يسامحك يا فتحي، الله يسامحك. كوب القهوه. لا حول ولا قوه الا بالله. كنت لي من وين انت اخونا؟ انا سعد من عطبرة. بالله؟ ايوه. عطبرة تي قاعد فوق من زمانك ولا جيت زي ما جيت هنا تا؟ والله الحقيقة انا مركت منها صبي، كنت كايس الشغل بدري جدا. جيت لك انت عند كلبوش؟ اي. اها وبعدين؟ انا يا سعد تعرف انا لفيت كثير خلاص. انا مشيت بورسودان والقضارف وكسلة، ما خليت حته. انا تل كله لفيتهم؟ كله لفيتهم. ليه كنت قطر؟ ابوي شنو طايرك فوق موضوع كتي؟ موضوع شنو كمان؟ طاير لي مبلغ وقطره 20,000. ها؟ طاير 20,000. انت اتجنيت؟ انا هسه امبارح اللي مش مديك قروش مديك. امبارح انت مش شايل مني قروش. ابوي انت اديتني 5,000 جنيه صح؟ و 5,000 جنيه شويه؟ ابوي اشتريت منها كيلو لحمه وكيلو بتاع موس وكيلو بتاع بنزين عربيتي قال لك امشي 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 بالله شو شغلك؟ ابوي امشي بلاش كلام فارغ غور من وشي قبل ما التقل. ما انت قعوج فمشي. وين يا عرقلة؟ زمن ما شفناك. جارين يا رئيس ساكين الرزق. ها؟ جبت لنا معاك شنو المرة دي؟ لا ده شوية هطش خليه. جبت لك فيديو جديد كرت. كم نظام؟ 3-4 أنظمة ما أعرف، لكن فيديو تتمنى فيه منى. وتاني؟ جبت لك مسجل استوريو، صوته رهيب وسعر غالي. لطشت من وين يا عرقلة؟ ما لطشت هون أنا. عرقلة؟ ده علينا الرئيس؟ معقول يا رئيس انا اديس عليك انت كمان؟ ما انا. منو ده؟ ده التوم. التوم؟ ايوه. هو التوم ليه هسي ما بطل؟ يبطل؟ ده عنده آفة مرضان طوال يده خفيفة لو لقى الميتة بكفينا. وده يربين كم؟ والله تعبان وظروفه صعبة. يعني ترمي له اي سعر بيشتري. خلاص يا زول
اشترينا بس لما نشوفن. لا ما عندك مشكلة، لما تشوفن طوالي حتشتريهم. أبشر. وديه الليين عشانه في الحلة، أنا الليلة جاي بغادي بالليل. أشوفهم كان عجبوني بشتريهم، والفي النصيب بديك لها. النصيب؟ إيه؟ يا الرئيس يا أخي الكلام ده عيب يا أخي، نحن الرئيس بنتمنى رضاك علينا. إيه؟ أنت بس يعني ما هين، وأنت أخو أخوان بالمناسبة. أرجلة. أرجلة يا أرجلة يا أرجلة. ما بيناتنا والله. أمسك أمسك. خلاص مواعيدنا حوالي الساعة 9. أنا ما بجي متأخر شوية كده، 9:30 كويسة معك؟ ما بطال. خلاص نتلاقى هناك، مع السلامة. طيب يا أرجلة. طيب يا ريس. أبقى أسهر. الحاجات بتاعت امبارح نزلتها كلها في دفتر اليومية. هاي هاي طيب تمام. انا واصل البنك وجاي. خير يا حاج. خلي بالك. لا ما في عوجة. ربنا يسهل عليك يا حاج. امين. سأل مني يا خالد.
الحاج في زول سأل مني؟ لا لا ما في زول. لا الحقيقة يا حاج في 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 حاج حاج عوضين حاج عوضين جي سأل منك وقال لك حيجيب لك الحاجات. انت سعد جا هنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص شايفك أهملت موضوع خالي نهائي، اهتميت بأمورك الخاصة. أنا خالي ما غاب عن بالي لحظة واحدة يا رشا. لا ما شايفك بطلنا تزعل عني يعني. رشا أنا كان بفتش عن إبرة في كونغش كبير جدا، ما في أي خيط غضني له، بعدين حاسأل منه، ما في أي زول ممكن يديني معلومة واحدة بس مفيدة. أنت مالك هسي؟ أيوه، وقفت العربية برا عندي مشوار. اليوم مرة أبوي قالت ما تخلي العربية برا لأي سبب من الأسباب. ما تخاف يا رشا، الحتة حولنا هنا أمان، بعدين عربيتي ما بتسرق. تصوري نسيت باب العربية فاتح.